سبعة أحمد وحدة ووحدة ووحدة أحمد أحمد هذا كيف وحدة صراع بدنا هالشب له من هالأسد أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ. أحمد أنت فنان قدمت من قضاء الشطر يمكن إلى أهوار قضاء تباش. نعم. شنو اللي خلاك كل يوم تجي بهيئة أو شكل المهرج؟ أنا أشتغل أعمال الأطفال عديدة وعندي حتى 3 روايات صادرة للأطفال، لهذا هو أي عمل في مجال الطفل هو أعتبره جزء من حياتي. نعم. والحملة اللي انطلقت الآن من منظمة تشبايش للسياحة البيئية حول الحفاظ على نظافة الأهوار وتنظيفها من النفايات البلاستيكية، فساهمت في هاي الحملة من خلال العمل على الأطفال وتوعيتهم على النظافة، لأنه الطفل لما توعي وتساعد في بناء شخصيته وجعل جزء النظافة والمحافظة على الأهوار جزء من شخصيته. شنو اللي بس اليوم؟ هذا زي المهرج. نعم هو. يعني هي هاي بدلة ألوان مو ثابتة، هي حسب الخياط وحسب الزي اللي يقترح الفنان أو ألوان أيضا على وجهك. نعم هي هاي الألوان. نعم. هو هذا الشغل اللي لأنه هذا الألوان وهذا الأزياء هي اللي تستميل الطفل وتخلي. من الداعمين يعني في مجال بيئة. نعم. بيئتنا هاي اللي تجي اليوم من تقطع هاي المسافة كلها. نعم كل هالمسافة. أيضا هاي شنو هاي البيدك هاي أجزاء محفزة للجهاز السمعي للأطفال. نعم. إيه لأنه يعني الطفل يحتاج الطفل إلى أشياء سمعية ومرئية. نعم. إيه. يعني تقبلينا. الأطفال كلش مرتاحين للفكرة وأكو بهم يعني لأول مرة يشاهدون هيك عمل. نعم. فالغرابة على الجمال على كذا يعني مزمجت بوجوههم وطلع فشي حلو. واللي مرة تجي لي تبايش انت لو لا زيارات هو سابقا جاي مشاركات ايضا نفس الشكل لا لاول مرة اشارك بهاي الزي. نعم. قبلها شاركت بالبصرة. نعم. على كورنيش البصرة. نعم. وكان التقبل كلش كبير وجميل. شفت تبايش هنا تبايش حلوة. نعم. الأجواء حلوة اليوم؟ أجواءنا تخبل وأجواءنا حلوة. حركة أيضا سياحية؟ طبعا أكو حركة سياحية، لكن إحنا نطمع أنه يكون توجه حكومي نحو زيادة الحصة المائية. نعم. وتوجه حكومي وشعبي أيضا من الأهالي المحليين وأيضا السياح في الحفاظ على النظافة، لأنه هذا مكاننا ومكان سياحتنا ومكان راحتنا وأيضا هو بلدنا جزء من بلدنا. شكرا جزيلا. ممنون أستاذ.